13 نوفمبر 2019 ما كانش نهار سهل على التوانسة. نشرات الرصد الجوي تحذر، مدارس في عدة ولايات سكرت بيبانها قدام التلامذة، والكل ماخذ حذره من أمطار قد تكون طوفانية. أخبار ذكرتنا برشا أحداث أليمة تعداو علينا قبل، والمتهم الرئيسي الغيث النافع. في خضم هذا الكل في جندوبة، تحديداً في منطقة تبعد 30 كيلومتر على فرنانة، أو بالأحرى في منطقة البطاحة الجبلية على الحدود التونسية الجزائرية، تجينا الفاجعة. نص النهار بنية في عمر الزهور ترميها مياه المطر في أحد الأودية. مها صاحبة العينين الجميلتين، مها اللي ما تجاوزش عمرها 11 عام، مها المتميزة في قرايتها، مها اللي كانت مروحة من المكتب اللي يبعد على دارهم عشرات الأمتار فقط، لقات روحها بلا حول ولا قوة وسط الواد اللي جرفها مئات الأمتار. فاجعة هزت التوانسة الكل. مبروك والد مها، رغم معاناته طلباته كانت بسيطة. نحب اسمها، نحب يتكرر في مدرسة البطاح، تبعد شهيدة مدرسة البطاح. في نفس الليلة برنامج داري ديكو يتحرك ويقرر باش يتبنى طلباته من تعليق أنساني تحمل اسم مها في مدرسة البطاح، البناء دار تلم العائلة، لتشييد جسر فوق الواد اللي تسبب في الكارثة. مبادرة لقات اهتمام من عدة مستشارين، أبرزهم شركة هابي ناس تونيزي اللي في أيامات قليلة حضرت أنساني تحمل اسم مها قذقاضي، مشيت مع قافلة تضامنية اللي تنظمت للغرض هذا. إكيب داري ديكو هابي ناس تونيزي شدوا الثنية للبطاح. فريق داري ديكو اكيد معنا هابينس. هابينس اللي اليوم تكفلت انها باش تدير المدرسه الابتدائيه بالبطاح في فرنينه وتبدلها باسم مهيل قذقاذي. انا تو نحسها ما ماتتش، انا الصباح نجي نحياها، نولي في جوه هما يقروا النشيد الوطني التونسي، نقرا معاه ونحياه، نعطيها تحيه خاطر هذه العزيزه والنواره نتاعي، وتمنت باش تحييني. تمنت قالت لي يا بابا راه باش نكبر، قلت لي ظلك تحيي فيا، هاو نحييك انت ميت، هاو حقك. ان شاء الله تقعدي في قلبي ونخلت يوم القيامه ونشوفك، ان شاء الله نلقاك في الجنه. ان شاء الله يا رب. خاطر راكي ناشطه، راكي ذكيه، راكي حنونه، راكي صبوره، راكي يوجعني راسي، انت هي اللي تمشي تشتري لي الفرقوم وتجيبيني وتحط تعطيني، كذا اللي عطشان انت تفزي، انا ناكل فك الدواء هذاك ما نجمش نفز تاع دواء الاعصاب. انت اللي تشربيني في دوايا وتذكريني في دوايا، انت في الجيبي في لي. بربي نداء للعبيد الكل، الناس اللي تحب تعاون امان، العبيد الكل تحب تعاون، هاكم تشوفوا في الحاله تو، نزيدوا بعد شويه نزيدوا نشوفوا ما هي وين كانت تسكن، الويد وين ماهوش بعيد جمله على الدار اللي كانت تسكن فيها. امان علاش هكا صغيرات راهو في العمر هذايا، مازال قدامهم مستقبل، مازال قدامهم برشا طموح، مازال في مخاخهم برشا احلام، يموتوا على اقل حاجه على قطرة ما يتصبوا في واد يفيض، وحتى حد لا واقف، حتى حد لا يهمه، مسؤولين ما يهمهاش، عبيد ما يهمهاش. احنا لهنا يا خويا ما حسنيش بكم، احنا لهنا مزلنا باش نواصلوا باش نكملوا. من المدرسه مشينا للكوخ اللي تعيش فيه مها، في الثنيه عرضتنا امها. بركه فيك مدام، جنبوسك بنتي، ما تجيعانه، ما تتعطشانه، ما تتعريانه، ما تتصبحت اللي جيت باش تموت، قالت لي اعطيني الفلوس باش نشري اللحمه تميش، معناها ماتت كي جنت نغسلها ما لقيتش ونغسلها، تغسلت في الكوخ هذاك قطر بالماء. بنتي ليله اللي ماتت وجابوها من السبيطار ما لقيناش وين نحطوها، بنتي كي جابوها من السبيطار ما لقيناش وين نحطوها، هي ميته راه. برشا حرقه وجيعه في كلام امها اللي كانت تعيش في الكوخ هذا. بنية كيما هكايا تموت في ظروف كيما هكايا وتعيش في ما نعرفش شنيا، انا ذا نجم نقول لها حيوت ماهوش حيوت، سقف ماهوش سقف، فرش ماهوش فرش، شنيا العيشه ذا؟ هذه حكايه مها، حكايه تشبه لحكايه رانيا اللي ماتت من البرد، حكايه تشبه زاده لحكايه انور اللي مات من الجوع، حكايه شاءت الصدف انه يتقابلوا فيها ثلاثه صغار الكلهم من نفس البلاصه. حبينا نفرحوا على القيلة كصغيرات اللي تأسفوا على ماهي، على زميلتهم ماهي، اللي حبينا لو مينيموم من نفرحهم، أبغى كاد أبغى، دونك خامت في صغيرات هذوما الكل وجابت لنا دي كادو، يعطيكم الصحة أبغى كاد أبغى. فهل باش نستناو صغير آخر نفقدوه؟ ولا حان الوقت أنه الناس الكل تتحرك لإنقاذ رانيا وأنوار ماهي أخرين اليوم ممكن يستنى فيهم نفس المصير؟ ما تلحمة يا حماة تلحمة، هلمو هلمو لمجد الزمن، لقد صرخت
في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن.